السلام عليكم. بين أيدينا اليوم حصاد لأبرز الأحداث العسكرية التي شهدتها اليمن خلال 2017. كان الحدث الأبرز في مفتتح العام هو إعلان الجيش الوطني تحرير مدينة المخا آخر مديرية محافظة تعز على الساحل الغربي. في أواخر العام أعلن عن تحرير مديرية الخوخة أول مديرية محافظة الحديدة. وعلى قصر المسافة بين المديريتين تتسع خارطة الركود العسكري لتآكل عام كامل دون منجز حقيقي يذكر، باستثناء هاتين المديريتين والإعلان عن تحرير محافظة شبوة كلياً في شهر ديسمبر. غير أن 2017 كان مليئاً بالأحداث العسكرية وإن كانت خارج سياق التحرير، أبرزها مقتل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه على أيدي شركائه الانقلابيين، بالإضافة إلى تصعيد حوثي على الرياض بصواريخ باليستية بعيدة المدى واتهام أمريكي مباشر لطهران بدعم الحوثي عسكرياً. الأحداث لم تنتهي، فهناك ما هو أخطر وهو الضحايا المدنيون في هذه الحرب، إذ كان العام 2017 عاماً دامياً سقط فيه ضحايا مدنيون جراء قصف وقنص ميليشيات الحوثي في تعز والبيضاء وغيرها من المحافظات، بالإضافة إلى الضحايا الذين سقطوا جراء غارات التحالف والعمليات العسكرية التي نفذها الأمريكيون في البيضاء وأبين. مشاهدينا، عام حزين وغاضب مر على اليمنيين، سنحاول في حلقتنا هذه تناول أبرز محطاته في مراجعات وقراءات تقاربنا بما سبق لنستشف بها الآتي. نبدأ نقاش حلقتنا هذه مشاهدينا الكرام بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. حمل عام 2017 تطورات على الخارطة العسكرية للمشهد في اليمن، البلد الذي يشهد حربا منذ انقلاب الميليشيا في سبتمبر 2014 عقبه تدخل للتحالف العربي في مارس 2015 تحت غطاء الشرعية. بنهاية العام 2016 كان المشهد العسكري يكتنفه الجمود، حيث جبهات التماس تمتد من منطقة ذباب على الساحل الغربي مروراً بريف ومدينة تعز وحتى مريس الفاصلة بين الضالع وإب وصولاً إلى البيضاء في جبهات الزاهر وقيفة، ثم شرقاً باتجاه فيحان وعسيلان في محافظة شبوة وصولاً إلى منطقة صرواح ثم نهم وحتى المصلوب في محافظة الجوف، ومرة أخرى غرباً باتجاه ميدي على الساحل الغربي. جبهات التماس هذه كانت في نهاية 2016 شبه متوقفة إلا من مناوشات لم تحدث فرقا يذكر، لكن الموازين لم تستمر كذلك. فما الذي حصل خلال 2017؟ في بداية يناير فتح التحالف والشرعية جبهة جديدة في محافظة صعدة، ثم تم تحرير منفذ علب والمواجهات مستمرة في البقع وباقم. في السابع من يناير أطلق الجيش والتحالف عملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي، وبدأت بتحرير منطقة ذباب والتقدم شمالا باتجاه المخا. في الثامن من فبراير أعلن الجيش الوطني استكمال تحرير مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي. بعد تحرير المخا عاد الهدوء النسبي للجبهات أشهرا طويلة، وخيم الجمود العسكري على الأزمة اليمنية. وفي 27 من يوليو أعلن الجيش السيطرة على معسكر خالد بن الوليد الذي مثل إضافة استراتيجية للشرعية. في 4 من ديسمبر قتل علي صالح زعيم أحد طرفي الانقلاب بعد أن دعا أنصاره لمواجهة الحوثيين، لكن الحوثيين قمعوا مبكرا هذه التحركات وصفوا بعض القيادات التي استجابت لدعوة صالح في أكثر من محافظة. مقتل صالح أربك الأوراق الإقليمية ودفع التحالف إلى محاولة ترتيب العلاقة بين الشرعية وما تبقى من حزب المؤتمر بهدف التصعيد العسكري ضد الحوثيين. في 7 من ديسمبر تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التقدم في الساحل الغربي وتحرير مدينة الخوخة والتقدم إلى مشارف مديرية حيس التابعة للحديدة. وفي 18 من ديسمبر حرر الجيش الوطني مديريتي بيحان وعسيلان، ما يعني تحرير محافظة شبوة بالكامل. وفي 23 من نفس الشهر تقدم الجيش باتجاه محافظة البيضاء وحرر أجزاء من مديريتي نعمان وناطع. وبالتزامن مع هذه المعارك أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما في محافظة الجوف، وتمت السيطرة على الخط الدولي الواصل بين محافظتي صعدة والجوف.
إذن تحررت خلال العام مناطق ذباب والمخا والخوخة في الغرب، فيما تم تحرير مناطق بيحان وعسيلان التابعة لمحافظة شبوة وأجزاء من محافظة البيضاء، بالإضافة إلى إحراز تقدم في جبهة صرواح التابعة لمحافظة مأرب وجبهة نهم وجبهة الجوف أيضاً، وتحرير مناطق واسعة من محافظة صعدة شمالاً. تقدم في جبهات وجمود في أخرى، وهو ما يضع تساؤلاً لماذا يؤخر التحالف حتى الآن قرار تحرير تعز ومريس والبيضاء وميدي. على صعيد الخسائر البشرية، صرح ناطق التحالف تركي المالكي قبل أيام أن الميليشيا تكبدت خسائر بشرية بمقتل أكثر من 11300 مسلح خلال الثلاثة الأشهر الماضية، فيما وصلت الخسائر في الأسلحة والمعدات إلى 6730 آلية. أما على مستوى القادة الميدانيين فقد كان العام 2017 عاماً أسود على الميليشيا بمقتل العشرات منهم، أبرزهم طه المداني وياسر الأحمر، وأنباء غير مؤكدة عن مقتل القيادي البارز يوسف المداني. وبالمقابل فقد أطلق الحوثيون 85 صاروخاً باليستياً على المملكة السعودية بحسب تصريح ناطق التحالف، منها ما وصل إلى العاصمة الرياض. خطاب الحكومة اليمنية وخصوصاً الرئيس هادي لم يكن واضحاً كما هو خلال الفترة الأخيرة، حيث كرر في أكثر من مناسبة أن الحل العسكري هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة اليمنية، وأن الجيش ماض في تحرير كامل التراب الوطني، وقد تعهد للشعب مراراً أنه سيرفع العلم الجمهوري فوق جبال مران. سنرفع علم اليمن فوق جبل مران. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من مأرب، رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بكم، حياكم الله. إذن سيادة اللواء، سنفتح اليوم ملف الحصاد العسكري لعام 2017. العام سينقضي بعد أقل من ساعتين من الآن، هناك ملفات رئيسية في الجانب العسكري. دعنا نبدأ من ملف التحرير. كما استعرض التقرير، كان ربما العام 2017 عاما يوصف بالجمود على المستوى العسكري باستثناء بعض الجبهات العسكرية، تحرير المخا في بداية هذا العام، ثم الخوخة، مناطق في البيضاء وشبوة ونهم وكذلك صعدة. لكن أنتم كيف ترون العام 2017 من ناحية الحصاد العسكري؟ شكرا لك، كل عام وأنتم بخير. أنت أجبت على السؤال، أنت قلت في البداية جمود، ثم قلت تحرير المخاء وصعدة والجوف وشبوة وفي نهم. ما في جمود، لم يكن هناك في عام 2017 جمود، كان هناك عمليات عسكرية مستمرة، كان هناك انتصارات في جزئية في صرواح، وانتصارات أيضا جزئية وكبيرة ومهمة واستراتيجية في نهم. كان هناك التحام للجيش الوطني اليمني بين محافظتي الجوف وصعدة، كان هناك تطهير للخط الدولي والتقاء القوات والسيطرة على مواقع ذات أهمية في الحدود الشرقية للمحافظتين مع حدود المملكة العربية السعودية، كان هناك تحرير لعسيلان وبيحان والسيطرة على الخط الدولي الرابط بين البحر العربي وشبوة والبيضاء، وهو من أهم منافذ تهريب الأسلحة الذي استخدمه الإنقلابيون. كان هناك تحرير لباب المندب ومعسكر ذباب والعمري والمخا، ثم أخيرا الخوخة، وأهمها كان فيها المعسكر الاستراتيجي المهم، معسكر أبو موسى الأشعري، وهناك عملية يعني تجري التحضير لها. كان هناك أيضا السيطرة على ميناء الميدي، وهو الميناء الاستراتيجي المهم بالنسبة للحوثيين منذ بداية الحرب الأولى وحتى السادسة، كان يستخدم لتهريب الأسلحة من إيران عبر هذا المنفذ الذي لم يكن أحد يلتفت إليه. الحوثيون ينظرون إلى عام 2017 أنه بالنسبة لهم عام النكبة، عام الهزائم المنكرة، عام تلاحق هذه الهزائم، عام خسارة العشرات من أهم قيادات الحوثيين، عام قتل مئات إن لم نقول مئات كثيرة، مش مجرد مئات يعني، من كوادرهم، وجرح الآلاف وأسر المئات،
وتدمير الأسلحة والمعدات بشكل غير مسبوق. العملية الأخيرة كانت في الخوخة عملية انتحارية جرى فيها جزر المهاجمين جزر. فكان العام 2017 عام يعني انتصارات متلاحقة للجيش الوطني. صحيح أنه لم يكن المطلوب كما قد يقال، ولكن ما أسهل الحرب على المتفرجين. الحرب لها ظروفها وإمكانياتها وتخطيطها وقدرات المقاتلين التي لا شك في أنها ممتازة ومتميزة، ولكن الحرب في اليمن لها ظروفها ليس على المستوى المحلي بس، على المستوى الذاتي، ولكن على المستوى الموضوعي إقليميا ودوليا. يعني هي الفكرة سيادة اللواء عندما نتحدث على ذلك الآن على هذه الحرب وعلى الصعيد العسكري، كانت يعني التصريحات السياسية تتحدث على تحرير ما بين 75 إلى 80% قبل بداية هذا العام. الآن هناك حديث على 85%. إذن هناك 5% من الأراضي اليمنية تحررت خلال هذا العام، وهناك كان الحديث في بدايته على أن يعني قادمون يا صنعاء وهناك معركة لتحرير تعز إلى آخره، وهذه الأشياء التي أعلنت من قبل ربما أفراد في الجيش الوطني لم تتحقق. نحن الآن نتساءل، يعني كان يقال كثيرا أن القرار السياسي لم يكن متوافرا بالنسبة ل يعني تحرك العمليات على الأرض، هل حدث تغير بشكل أو بآخر ربما بسبب ظروف حدثت في العاصمة صنعاء من مقتل صالح مثلا أثرت في تسارع العمليات في نهاية هذا العام؟ أنا طبعا لا أحبذ التهكم بدوافع لا أعرفها. قادمون يا صنعاء هذا الشعار موجود وقائم والجيش الوطني جدير به، ولكن حينما ننظر نحن نقيم الآن نحن الوطني أعلنت هذه الشعارات فنتحدث عنها الآن. اسمح لي من فضلك بس بدون تهكم. يعني الجيش الوطني يحارب في ظروف غاية في التعقيد، ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي. وأنا في لقاء سابق مع قناة بلقيس وقنوات أخرى قلت أن الجيش الوطني حينما وصل إلى فرضة نهم قبل سنتين تقريبا أو ما يزيد قامت الدنيا ولم تقعد. الكبار في العالم وقفوا في وجه استمرار هذه العمليات وتبنوا بقوة الحل السلمي الذي لم يتقدم قيد أنملة. وحينما تقدم الجيش في صرواح تكرر نفس الشيء، وحينما وصلت الجيش إلى المخا وسيطر عليها وأصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرار أو أمر عسكري على المستوى عملياتي على المستوى الاستراتيجي بأن تلتقي قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة مع الجيش الوطني قوات الجيش الوطني من المنطقة العسكرية الرابعة يعني في الحديدة، بمعنى أن تتحرك قوات المنطقة العسكرية الرابعة شمالا وتتحرك قوات المنطقة العسكرية الخامسة جنوبا لتلتقي فيه. وأعلنت قيادة التحالف العربي استعدادها للدعم اللوجستي برا وجوا لنصرتها لإنجاح هذه العملية. تدخل الكبار وقالوا لا نحن سنأتيكم بالحل السلمي وهو الأفضل. وحينما عرضت الدولة الشرعية والتحالف على أن تدار ميناء الحديدة بواسطة الأمم المتحدة ليسخر هذا الميناء لتوفير احتياجات المواطن اليمني بدل من أدوات التدمير رفضت الأمم المتحدة. وحينما قال رئيس الجمهورية واصدر القرار بالتحرير قالوا لا في حل سلمي وحنشوف موضوع الأمم المتحدة. الجيش الوطني يحارب في ظل ضغوط دولية وإقليمية تعاني منها الدولة الشرعية وتعاني منها أيضا قيادة التحالف العربي. ولا تنسى أن قيادة التحالف العربي والدولة الشرعية، عندما نتكلم عن التحالف نعني أيضا أن الدولة اليمنية الشرعية جزء منها وقوة التحالف الجيش الوطني اليمني جزء منها. نحن نتعامل مع معطيات الموقف الدولي تعامل دول مؤسسات وليس تعامل ميليشيات. يعني لا يستطيع الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا جلالة الملك سلمان ولا الشيخ خليفة ولا أي قائد يعني يقود دولة شرعية بمؤسسات أن يقول للدنيا نحن نرفض السلام. حينما تأتي الأمم المتحدة وتقول السلام لا يستطيع عبد الرب أن يقول لا. يعني تأتي أمريكا وروسيا والدول الكبرى والأمم المتحدة ومجلس الأمن ويصدر قرار ونقول لهم لا نحن نريد أن نحسمها عسكريا. هذا ما كان يحصل. حينما كان الجيش الوطني اليمني على وشك أن يعني يحقق انتصار حاسم
يتدخل الكبار ويفرضوا ما يسمى بالحل السلمي ويتحدثوا عن مفاوضات، وتتوقف العملية العسكرية حتى يلتقط الانقلابيون أنفسهم ثم يعودوا للقتال من جديد، وهم يهزمون في كل هذه العمليات. حتى حينما كانوا يخرقوا وقف إطلاق النار كان الجيش الوطني لهم بالمرصد ويهزمهم ويسيطر على مناطق جديدة. هذا ما كان يجري. يعني ليس عجزا من الجيش الوطني ولا عجز في الإمكانيات ولا عدم رغبة في التحرير ولا استثمار لهذه الحرب، ولكن هذه الظروف الإقليمية والعربية والدولية هي وراء ما يمكن أن يسمى تباطؤ أو تأخير التحرير. طيب، وأنا في هذه النقطة الآن بشفافية وبعيد عن السياسة. في هذه النقطة دعنا نشرك معنا في الحوار الخبير العسكري الذي ينضم إلينا من الرياض العميد حسن الشهري. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا. إذن عام 2017 كان ربما يصفه كثيرون بأنه جامد على المستوى العسكري، لكن هناك ما تحقق على الأرض. سيادة العميد، كيف تقيم هذا العام على هذا المستوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ وجيه، وتحية للأخ المناضل اللواء محسن حصروف ولمشاهديكم الكرام. لا يمكن القبول بمسمى جمود. نحن في المرحلة الثالثة حاليا. المرحلة الأولى في اليمن بدأت عام 2011 عندما بدأت المظاهرات الشباب ضد الحكومة وما تلاها أو كان من خلالها من المبادرة الخليجية والمخرجات الحوار الوطني وذهاب الرئيس السابق أو الراحل. ثم مع الأسف المرحلة الثانية بدأت في 2014 باحتلال اليمن من قبل الميليشيات الإيرانية واستمرت إلى أن تم فرض العقد بين طرفي الانقلاب، بين علي عبد الله صالح الرئيس الراحل والحوثيين. وأنا أعتقد أنها بداية لنهاية الأزمة في اليمن. أنا أتفق مع سعادة اللواء أنه ما تحقق في هذه المرحلة الأخيرة مهم جدا، وعام 2017 هو عام الحزم والنصر. هناك جبهات مشتعلة في كل الأماكن. يكفي أن الحوثيين الآن فيهم حالة تصدع، انهيار في الميليشيات بشكل كامل، يحتاجون إلى تدريب عناصر جديدة وبسرعة، وليس لديهم القدرة، فليس لديهم إلا الأبطال. لديهم شح في المعلومات عن تحركات الشرعية في كل مكان. فقدت الميليشيات معظم العناصر القتالية المدربة. أيضا هناك لدى الشرعية وصلت إلى الاختراق داخل الميليشيات وتصفية قادة ميدانيين. وأيضا من الأشياء المهمة اجتماعيا أن المقاتلين رفضوا كثير منهم الأفكار الطائفية التي عبئوا بها في البداية، وكذلك أبناء المدارس. أنا أتفق مع سعادة اللواء هناك، وأضيف أنه أيضا في هذه المرحلة نحتاج إلى تدريب وحدات جديدة، تطوير الخطط بناء على الموقف في الميدان، لأنه مسرح العمليات دراسة مهمة جدا، ومنطقة العمليات أيضا. أيضا الاستثمار بشكل أوسع في فرض العقد الانقلابي، وأيضا التعامل مع البيئة الدولية والتكيف معها وتلين بعض تأثيرها دون الانحناء لها. وأنا أعتقد أنه إذا اتصلت أو تحركت الجبهة الشمالية شمال الحديدة واستمرت الجبهة الجنوبية القادمة بالمسمى السهم أو الرمح الذهبي، سيكون الساحل البحري قاب قوسين أو أدنى من التحرير، وبالتالي صنعاء قاب قوسين أو أدنى، لأنه أصبحت الآن بوابة صنعاء الشرقية أصبحت جاهزة. ولدينا أيضا أعمال كبيرة جدا، تحرير شبوة مهم جدا. القوات الآن في محافظة البيضاء، ومحافظة البيضاء كانت أيضا مشتعلة دون أيضا دعم الكافي. نعم، هناك أيضا بعض النشاطات في قبائل حدا، في دمار، في حجة، في كل مكان، وبالتالي المؤشرات تقود إلى هزيمة نهائية للحوثيين وبداية 2018. ولن يأتي إن شاء الله 26 مارس 2018 إلا وأصبحت اليمن على نهاية تامة بحول الله سبحانه وتعالى لأزمتها. طيب، يعني في سياق ما تفضلت به سيادة العميد، كانت هناك أحاديث كثيرة وتصريحات عسكرية كثيرة أن القرار، يعني قرار الحسم مرتبط بقرار سياسي.
ميدانيا يعكس كثير من المراقبون أن ذلك بالفعل ما حدث عندما تم تحرير الكثير من المحافظات الجنوبية في عام 2015، كذلك في المقابل ما حصل في الساحل الغربي بداية هذا العام وفي نهايته ما حدث في بيحان وعسيلان مثلا في 48 ساعة ربما. إذن هل هناك يعني أسباب تعرقل هذا القرار السياسي في بقية هذه المحافظات مثل تعز والبيضاء تحديدا برأيك؟ أنا أعتقد أنه من يفهم في الاستراتيجية الوطنية أو استراتيجية العظمى أو ما يعرف باستراتيجية التحالف يدرك أنه التحالف العربي لعادة الشرعية بقيادة بلادي المملكة العربية السعودية أن تستطيع أن تتخذ القرار في ظل الضغوط. عندما أطلق صاروخ على الرياض أغلقنا وقمنا بفرض الحصار من جديد على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ولم يفتح إلا بشروطنا نحن، وبالتالي نستطيع العمل في ظل هذه البيئة. هناك أيضا معوقات أو محددات داخل اليمن، لا يمكن أن نحمل المدنيين إصابات. ندرك أن العصابات الحوثية تستطيع أن تجعل منهم دروع بشرية أو تقتل منهم وتتهم التحالف بذلك. نحن لسنا في معزل عن العالم، والسياسة هي من تقود العمليات العسكرية. الاستراتيجية المباشرة هي أداة الاستراتيجية الغير مباشرة وهي السياسة، وبالتالي عندما تتحقق الأهداف السياسية بالكامل والأهداف الكلية للعمليات العسكرية يصبح الخيارات السياسية هي التي تفرض نفسها في الميدان، وتبقى القوات المسلحة هي ضامنة لتحقيق السياسة والجلوس على طاولة. وأنا أعتقد أنه اليمن سيكون يمنا جديدا بدون عصابات، بدون أي تكنولوجيات، بدون توجيه من إيران ومن خارج ومن غير إيران. بالسؤال الأخير إليك سيادة العميد، تحدثت على أنه ربما لن يأتي 26 مارس من العام القادم إلا وهناك يعني تغير ربما في شكل المعركة، على ماذا بنيت توقع أو هذا التوقع؟ هناك يبدو لي سياسة تقود المملكة العربية السعودية وتتفق مع مراكز الثقل العالمي لصناعة القرار أنه لا بد أن تغيير ملامح وجه الشرق الأوسط، وأنه نشاهد ما يحدث في طهران حاليا واحتمال سقوط المنالي وذهابهم إلى مزبلة التاريخ وخروج كل الميليشيات بعد أن وصل بالشعب الشعوب الإيرانية مع الأسف المكلومة بلغ بهم استيل الزبا. وبالتالي إذا تم الانتهاء من وإخراج الميليشيات من شام والعراق وستكون الحوثيين مع حزب الشيطان في لبنان أداة سهلة جدا للقضاء عليها، لن يكون لهم وجود في قادم الأيام في لبنان أو في اليمن. العميد حسن الشهري الخبير العسكري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لتواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك سيادة اللواء محسن خصروف، إذن يعني الحديث عندما يكون عن جبهات القتال سيادة اللواء، هناك جبهة ميدي كانت هناك معارك فيها ربما لم يحصل تقدم ميداني كبير، ما أسباب يعني الجبهات التي لم تشهد تقدما، ما هي الأسباب الحقيقية أو الأسباب الموضوعية وراء عدم تحريرها إلى الآن؟ شكرا. أولا أنا التحية والتقدير للعزيز العميد حسن الشهري وهو الخبير العسكري المتمكن والمتضلع في شؤون اليمن والمنطقة العربية، وقد أجاد إيضاح كثير من الحقائق. أريد أن أنوه هنا نقطة على سبيل المثال لكي يرتاح ضمير السائل أو العزيز المحاور حضرتك، يعني في ما يتعلق بعملية الساحل الغربي على سبيل المثال، كانت انطلقت القوات من منطقة يقتل وتم السيطرة على الخوخة وأهمها معسكر أبو موسى الأشعري، وكان الهدف التالي حيس والجراحي والتحيتة. حيس هي منطلق لمحور قتالي بري يصل إلى كيلو 16، والتحيتة منطلق من الساحل يصل إلى جنوب الحديدة. الحوثيون كان لديهم خطة أن يستدرجوا قوات الجيش الوطني إلى منطقة حيس والجراحي والتحيتة،
ويقوم بعملية التفاف من الشرق عبر منطقة جبل رأس ثم إلى الجنوب، ويطوق هذه القوات داخل هذه المدن ويدمروها، وليس يعني ولا يهمهم في هذا الحالة أن يقتل كل من في حيس أو الجراحي أو التحيتة. يعني الكثافة البشرية الموجودة في هذه المناطق كانت ستكون عرضة للإبادة التامة، وكانوا جاهزين بمئات الأطقم العسكرية وبأسلحة مختلفة وباستخدام صواريخ الكاتيوشا، وربما يستخدمون ما هو أسوأ من هذا لقتل هذه القوات. ولكن غاب عن أذهانهم أن قيادة القوات المهاجمة من المنطقة العسكرية الرابعة قيادة فذة ومحترفة وتعرف بالضبط، يعني تدرس دراسة ويعني متعمقة نوايا العدو وتضع الاحتمالات وتضع نفسها في مكان العدو، ففوتت هذه الفرصة، لم تتقدم نحو حيس ولم تدخل إلى الجراحي ولا كذلك التحيتة، بل استعدت للمواجهة. وحينما جاءت هذه الأطقم تريد أن تعمل عملية التفاف تم سحقها سحقا كاملا، وتضافر في ذلك القوات الموجودة في محيط حيس والجراحي وأيضا طيران التحالف، فكانت ضربة قاسمة موجعة بالنسبة لهم. ترتب عليها إنقاذ السكان من المذبحة التي كان يدبرها الحوثيون لأبناء المنطقة لكي يقتلوا الجيش الوطني، وبالتالي هزيمة المشروع الحوثي والاستعداد لعملية تالية أكثر فعالية. أرجو أن تكون هذه الإجابة التي تتحدث عنها ومنها منطقة، أرجو أن تكون هذه الإجابة أن ترضي هذه الإجابة السادة المشاهدين الذين ننقل تساؤلاتهم إليكم باعتباركم أنتم المسؤولون في الجيش ونحن فقط سائلون هنا وننقل المعلومة. سيادة اللواء، الآن يعني إذا ما انتقلنا إلى ملف آخر، الآن يبدو الجيش بشكل ما يعني بكثير من الاحتمالات أنه جزء في مأرب، هناك جزء في عدن في المناطق الجنوبية، هناك أحزمة أمنية أيضا. يتساءل المواطنون كثيرون، هل الجيش بني وفق معايير وطنية أم أنه الآن متشتت الولاءات ومتشتت حتى العقيدة؟ هل هناك خطر من هذه الناحية؟ هذا الكلام لا أساس له من الصحة. لو تتفضل حضرتك أنا أدعوك لزيارة مأرب وأوفر لك كل وسائل الانتقال إلى هنا، أنت وفريق عمل صحفي متكامل، تعالوا زوروا الجيش الوطني، ستجد أن قوام هذا الجيش من تعز ومن إب ومن ذمار ومن الضالع ومن لحج ومن شبوة ومن أبين ومن حضرموت ومن المهرة ومن جزيرة سقطرة ومن صعدة ومن عمران وحجة وتهامة وصنعاء والمحويت وريمة وكل محافظة اليمن. هل يشمل ذلك أيضا هذه الدعوة سيادة اللواء؟ هذه الدعوة سيادة اللواء هل تشمل أيضا الذهاب إلى مناطق مثل عدن وكذلك مناطق مثل حتى حضرموت، تعز، البيضاء كذلك، الذهاب إلى هناك؟ طبعا يا عزيزي، كل ما يقال ليس أكثر من إشاعات. الجيش الوطني اليمني له رأس قيادي أعلى واحد عبد الرب منصور هادي، وله رئيس هيئة أركان عامة واحدة، أنا رئيس دائرة التوجيه المعنوي، فرع التوجيه المعنوي في عدن يقوده أحد ضباط الجيش الوطني ويأتمر بأمر دائرة التوجيه المعنوي، وكذلك شعب التوجيه المعنوي في كل فروع الجمهورية. قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء طيمس يقود لواء معظم قواته من الشمال من صنعاء، وهو مسؤول عن قيادة هذه المنطقة. نعم سيد. وكذلك الحال بالنسبة، يعني نسبة عالية من الجيش الوطني في مأرب من أبناء تعز وريمة وعتمة والمناطق التي أشرت إليها سابقا. طيب سيادة اللواء، هناك نقطة مهمة، هناك وقبل أن أضطر إلى أن معك المداخلة لأنه بقي لنا وقت قصير، أرجو منك في عجالة، يعني هل كان من اللائق أن تصدر في نهاية هذا العام يعني ما نقل من أخبار حول اعتداء ركن توجيه في لواء المجد على أحد، على المسؤول المالي في اللواء وطلبه لصرف رواتب لأسماء وهمية، هل هذه الشكل الأمثل لإنهاء هذا العام على يعني من جانب الجيش الوطني برأيك؟
وهل نقطة أو خلاف بين الشخصين في وحدة عسكرية جدير بأن يذاع في وسائل الإعلام وتتحدث عنه قناة بلقيس ويذاع عبر القنوات الفضائية؟ الخلاف يا عزيزي بين شخصين، بين قائد عسكري حتى وشؤون مالية، أو بين ضابط وشؤون مالية، أو بين أمين الصندوق، خلاف ثانوي ليس مبني على خلفية سياسية ولا على خلفية هناك مخاوف فساد، ليست المشكلة على خلفية سياسية أو مناطقية. خلاف بين شخصين يمكن أن يحدث في أي مكان، في وزارة يمكن أن يحدث بين وكيل وزارة وأحد الموظفين، يمكن أن يحدث بين رئيس الشؤون المالية في أي وزارة وأحد الموظفين، يمكن أن يحدث بين قائد عسكري وأحد ضباطه، يمكن، وهناك قانون ونظام يحتوي هذه. لا يمكن أن يرقى هذا الخلاف الذي تحدث عنه إلى مستوى أنه يكون خلاف يعني يمس الوحدة الوطنية أو يضر بالدولة الشرعية. مجرد خلاف بين اثنين احتوى أو يتم بالقانون. أشكرك سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، وشكرا على الدعوة التي وجهتها إلينا، وربما يعني ستضعها إدارة القناة في الحسبان. مشاهدينا الكرام، سنكمل الحصاد العسكري لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. سنعيد بناء اليمن الجديد الذي يضم كل أبنائه. الآن 9 شهور ما في راتب. اجتاحت ميليشيا الحوثي عددا من قرى المديرية، هجرت ما يزيد عن 190 أسرة. وباء الكرة عاود الانتشار مرة أخرى في مدينة تعز. يستمر الجيش الوطني ربما في موقف المتفرج والمترقب حتى اللحظة. سيطرت قوات الجيش الوطني على عدد من المواقع في مديرية نهم. هذا وقتل صالح على ايدي ميليشيا الحوثي بعد يومين من دعوته انصار. باشرت الفرق الهندسيه التابعه للجيش الوطني نزع شبكات الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي المواقع المحرره. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة التي يعني نقوم بها بمحاولة عمل حصاد لأبرز الأحداث العسكرية في هذا العام. ينضم إلينا فيها الآن الناشط السياسي زيد الشريف من ألمانيا عبر سكايب. أهلا بك أستاذ زيد. أهلا وسهلا بكم، شكرا. أهلا بك. إذن دعنا نبدأ بداية ب كيف ترى كمتابع للملف اليمني عموما ما تحقق من إنجازات أو ما تحقق في العملية العسكرية على الأرض أستاذ زيد؟ خلال هذا العام أهنيكم وأهني المشاهدين الكرام بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. ما تحقق من انتصارات للجيش الوطني في الفترة السابقة هي انتصارات جديرة بالإشادة بها، تنوعت في مختلف الجبهات، حتى في تلك الجبهات التي يظن البعض أنها لم تتقدم أو أنها لم تتخذ القرار بالتقدم أو أنها توقف من القيادة، هنالك تقدمات في كل الجبهات بما فيها جبهة نهم وصرواح وتعز. صحيح هنالك جبهات تحررت بشكل كامل وهنالك جبهات ما زالت تسعى للتحرير، لكن كل الجبهات أحرزت التقدم في الفترة الماضية، وهذا التقدم جدير بأن نشيد به، خاصة وأن أبطال الجيش الوطني يعانون. وأنت أحد أبناء نهم أستاذ زيد، وأنت أحد أبناء نهم، برأيك ما يحدث في نهم هل يعني كيف تقيمه بداية؟ ما يحدث في نهم أن الجيش الوطني يبذل جهود كبيرة وجبارة جدا لتحرير مديريتنا، الذي استجد في مديريتنا والذي عرقل التقدم لهذه الفترة الطويلة. ما هي الأسباب؟ الجيش الوطني عندما تقدم في البداية في مناطق مفتوحة قبل أن يصل إلى جبال فرضتنا، كانت الطريق ممهدة ومفتوحة أمام المدرعات العسكرية والأطقم العسكرية والإمدادات. كان الجيش عندما يتقدم على موقع أو على معسكر يصل الإمداد على ظهر الطقوم والمدرعات والدبابات. الآن انتقلت المعركة إلى جبال فرضت نهم، وجبال فرضت نهم هي ليست مجرد جبل أو تبة. عندما نتكلم عن جبل أو تبة هي ليست مجرد جبل ولا تبة ولا جبال، حتى هي سلسلة جبلية مساحتها على ظهر هذه الجبال مساحتها أكبر من مديريات،
من بعض المديريات في الجمهورية. لذلك عندما تقدم الجيش وصل إلى أول منطقة مفتوحة، فالحوثيون عندما أحسوا بالخطر، لأن جبهتنا هي جبهة الجبهة الفاصلة وهي المعركة الفاصلة بين الميليشيات وبين الدولة، لأن تحرير جبهتنا يعني تحرير محافظة صنعاء ولا العاصمة صنعاء. لذلك التفت الميليشيات. أستاذ زيد، يبدو أن هناك إشكالية في التواصل عبر السكايب. إذن كان معنا مشاهدين الكرام للتعليق في أحداث الحصاد العسكري لعام 2017 قبل قليل اللواء محسن خصروف، تحدث على هذا الحصاد. وهناك كما يبدو إذن ينضم إلينا، قبل الحديث عن ذلك ينضم إلينا الأستاذ علي الذهب الخبير في الشؤون العسكرية عبر الهاتف من الإسكندرية. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا. كيف تقيم المشهد العسكري أستاذ علي في اليمن خلال عام 2017؟ بداية تحييك وللسادة المشاهدين. حقيقة هناك تحديات إجراءية جذرية طبعا تصب في مصلحة الجيش الوطني الذي تقدم وأحدث مكاسب على الأرض في مناطق الساحل الغربي وفي مناطق شبوة وفي مهم وفي حجة وصعدة اليوم. كل هذه المناطق إذا تحدثنا عن موقفها أو موقع في بداية 2012 ربما يبدو يكون تماما يعني أتم الاختلاف، لأن القوة كانت في مشارك باب المندب وأصبح مشارك مدينة حيس. في مهم تقدمت على الأرض في مناطق كثيرة وفي صعدة أيضا في كتاب في شبوة بجحان. هناك إحراز تقدمات بالنسبة للجيش، وهناك تقدم تأخر بالنسبة للقوة المناورة وهم الحوثيين. خسروا الكثير من المقاتلين، خسروا الكثير من الأبنية العسكرية، يتمكنوا من إدارة المعركة بطريقة تسحر المكاتب وحرق دماء مقاتلين، وبالتالي الكفة تبدو رسكة لصالح الجيش الوطني. وإن كان من ضمن ما هو سبب جوهري في ذلك فارق القوى الذي أعطى لها ميزات كثيرة في كثافة النيران، أو في الإسناد الجوي أو قضايا كثيرة. طيب على سبيل عملية تقييم عملية بناء الجيش الوطني، الآن تشكيلات الممتدة من مأرب إلى عدن إلى الساحل الغربي، هل يعني تقيم هذا البناء على أنه يتم وفق معايير فنية سليمة؟ ما هي ملاحظاتك كخبير في الشؤون العسكرية على ما ترى؟ وبالفعل هناك يعني اختصاص يعني في بنية الجيش الوطني أو صفوف المقاومة، لأن ما يلحظ أن هناك يد طولة للتحالف في اتخاذ القرار في توزيع المهام. يقدو قيادة الدفاع في الجيش الوطني قيادة لم نقل ربما نبحث في أن نقول أنها شكلية، لكنها الواقع مسلوبة في أجزاء من اختصاصها. ولا دل على ذلك يعني أنه هناك يتم استدعاء قادة عسكريين من مثلا ما حدث مؤخرا في تعز إلى الرياض مباشرة من قيادة التحالف دون مرور هيئة الأركان العامة. وإذا هناك تخاطبات رسمية وجهت إلى قائد التحالف مباشرة المرور برئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية وتشكيل بناء إلى وثيقة قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، وجهها رئيس أو قائد الحدود في محافظة الجوف إلى قائد التحالف مباشرة دون مرور. وهذه تعتبر يعني ثغرة كبيرة يجب نحن نقولها هنا في اسكندرية الانتقاص، ولكن نقولها من باب الترتدي مثل هذه الأمور، لأن مثبت القرار الذي يتمتع به الانفلاسيون فكاد تكون إلى حد ما أكثر مما يتمتع به الطرف الآخر.
أشكرك إذن الخبير في الشؤون العسكرية الأستاذ علي الذهب، كنت معنا عبر الهاتف من الإسكندرية، والمعذرة للسادة المشاهدين على يعني الإشكاليات في الصوت من المصدر. بالعودة إلى الأستاذ زيد الشريف الذي يعود لنا عبر السكايب. أستاذ زيد، يعني الحديث عن نهم، جدل كبير في نهم وعلى الطبيعة الجغرافية، يعني عندما تقدم الحوثيون في هذه المناطق لم تشهد هذه الإشكاليات الكبيرة كما يعني كانت الأحداث في أثناء تقدمهم، لماذا الآن عندما الجيش يريد أن يتقدم هناك إشكاليات؟ لم تحصل معارك في نهم عندما تقدم الحوثيون إلى نهم. نهم سلمت عندما سلمت صنعاء. نهم هي مدينة من مديريات صنعاء. رأى أبناء نهم أن القتال في نهم هو بمثابة انتحار، خاصة وأن الميليشيات الحوثية قد سيطرت على كل مقومات الجيش اليمني ومعسكرات الحرس الجمهوري المحيطة بمديرية نهم، فلم يكن مجدي القتال في ذلك الوقت في نهم، فانسحب أبناء نهم إلى مارب بكل بساطة، ولم يواجهوا ولم تحدث أي اشتباكات ولم تندلع أي مواجهات. حتى الحوثيون لم يسيطروا على نهم بالسلاح، ولم حتى يبنوا متارس في بعض جبالنه، اكتفوا بس بالسيطرة على فرضة نهم، لأنها فعلا يعني فرضة نهم صعبة جدا، وكان يعني من المستحيل يعني وغير المتوقع أن الجيش الوطني يسيطر عليها بتلك السهولة، وكانت ضربة موجعة للحوثيون. للأسف أنه جيشنا الوطني. إذن عادت الإشكالية بالتواصل مع الأستاذ زيد الشريف. على كل حال أشكره للأستاذ زيد الشريف الناشط السياسي، عاد إلينا. أستاذ زيد من جديد، أكمل النقطة إذا سمحت. المعذرة منك. تفضل. فعندما تقدم الجيش الوطني، لم يواجه صعوبات قبل فرضتنا، من كانت مسافات مفتوحة. عندما وصل إلى فرضتنا فتح الحوثيون الجبهة باتجاه أرحب يمينا وباتجاه بني حشيش يسارا، فاضطر الجيش الوطني للعودة لتحرير تلك السلاسل الجبلية، ولأن الحوثيين عندما فتحوا هذه الجبهات كان تخوفا من التقدم من وسط نهم، لأنها أرض مفتوحة. فالآن تم تحرير الجبال الصعبة على الميمنة وعلى الميسنة، الآن التقدم باتجاه صنعاء أصبح سهل جدا. الحوثيون يستميتون على جبهة نهم، لذلك تتأخر الجبهة. الإمدادات في جبهة نهم عندما تهجم على مترس أو على موقع فإنك تنتظر 4 إلى 5 إلى 6 ساعات إذا نفذت منك الذخيرة حتى تصل الإمدادات. لذلك الجبهة في نهم تواجه صعوبات كثيرة جدا، تواجه مواجهة شرسة من قبل الحوثيون، لأنهم مستميتون عليها ويدفعون بأقوى المقاتلين تبعهم وأقوى الكتائب وأقوى الوحدات العسكرية. يعني أستاذ زيد، يعني حتى نختصر المشهد في نهم وأختم هذه الحلقة، هل الإشكاليات هي جغرافية فقط، ليست إشكاليات بما يتعلق بعمليات الإسناد أو يعني القرار السياسي أو ما شابه، فقط الجغرافيا هي من تمنع التقدم؟ لا، ليست الجغرافيا فقط، هنالك تقصير كبير من قيادة الجيش الوطني للأسف في إمداد جبهة نهم. جبهة نهم لا تحظى بدعم. أنا زرت الجبهة قبل سنة تماما ومكثت بضعة أيام مع المقاومين المقاتلين في جبهتنا. الكثير منهم يقاوم إلى اليوم بسلاحه من بيته، ببندقه من بيته، بذخيرة من بيته، وحتى الأبسط يعني حق من حقوق الجيش الوطني هو معاشهم الشهري لا يصل لهم منذ سنة. لذلك هنالك تقصير كبير يتحمله وتتحمله قيادة الجيش الوطني وقيادة الشرعية، وهنالك تقصير في بعض الإمدادات الجبهة من قبل طيران التحالف. لكن رغم ذلك لا نستطيع أن نقول أنه ليس هنالك إمداد وليس هنالك قرار سياسي وقرار عسكري لتحرير مديرتنا. القرار متخذ لكن المقومات غير متواجدة. الجبهة تعتمد اعتماد كلي على المواجهات على مسافة صف بالذخيرة وبالرشاشات البسيطة والأسلحة العادية. الناشط السياسي زيد الشريف كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. بهذا وصلنا لختام هذه الحلقة من المساء اليمني. تقبلوا تحياتي وتحيات الزميلين أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني. وفي هذه الساعات الأخيرة لعام 2017 أنقل لكم تمنيات جميع أفراد طاقم عمل برنامج المساء اليمني والقناة كذلك، لأن يكون العام القادم عام خير على كل اليمنيين
تعود في دولتهم بالشكل المنشود. مساءكم سعيد، في أمان الله.